مشاهدينا ومستمعينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم الانساني الاسبوعي، برنامج ألم يستمر برنامج ألم يأتيكم كل يوم جمعه على الهواء مباشرة إخوتي أخواتي، والإعاده تكون ظهر يوم السبت. يستمر بعطائكم بأياديكم البيضاء. كثير في الحقيقه من الحالات عولجت من خلال هذا البرنامج ونتمنى ان شاء الله تعالى ان يحالف كذلك الحظ صاحبه الحاله الوحيده في هذه الحلقه التي سنتعرف عليها وكذلك على الالم الذي تشكو منه. زينب تشكو من انحناء العمود الفقري وتصرخ ساعدوني يا اهل الخير اذا حالة واحدة فقط اخوتي اخواتي في حلقة هذا الاسبوع من برنامج ألم وأمل، طبعاً تعرفنا على صاحبة الحالة الوحيدة هي شابة تدعى زينب. زينب تبلغ من العمر 17 سنة وتعاني من انحناء شديد في العمود الفقري وتحتاج عملية جراحية تكلف ألف درهم ألف درهم، طبعاً هذا المبلغ لا يمكن أبداً لذوي المريضة زينب أن يوفروا هذا المبلغ لجأت إلى الله سبحانه وتعالى ومن ثم إليكم من خلال هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل كي تمدوا لها يد العون والمساعدة وإن شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله ننجح في ان نجمع لها هذا المبلغ. الان اسمحوا لي اخوتي اخواتي وقبل ان نشاهد تقرير المريضه زينب ان نرحب بضيفنا في هذه الحلقه من برنامج الم وامل الذي سيرافقني ان شاء الله طيله هذه الحلقه الدكتور زيد طارق العبيدي استشاري جراحه العظام والعمود الفقري المتخصص للاطفال. دكتور مساء الخير. مساء النور حياكم الله. حياكم الله خير. يعني قبل ما نتابع التقرير شعورك دكتور خصوصا ان هذه مريضتك وتتالم كثيرا و17 سنه يعني يعني قريب بعد فتره ان شاء الله من سن زواج كيف تت يعني تفاعل اهل الخير بيكون والله يعني حالة يا علي احنا حالة. هذا الموضوع يعني مشاكل انحرافات العمود الفقري كبيره اول شيء التاثير النفسي على شابه عمر 17 سنه ثانيا من ناحيه الطب يعني هذه المنطقه اللي احنا نسميها المنطقه الحساسه اللي تحتوي على الرئه والقلب والاحشاء الداخليه فالعمليات لتعديل العمود الفقري هي بالحقيقه عمليات لتغيير حياه هذا المريض نعم. لانه لو تركتها على المستقبل نعم. البعيد تتاثر صحته. طيب متفائل ان شاء الله؟ ان شاء الله. اكيد اكيد باذن الله, الله. تعالى اذا اخواتي اخواتي ان شاء الله نذهب الان لمتابعه التقرير الذي قمنا باعداده وتصويره وتجهيزه لعرضه على حضراتكم قبل ان ابدا بطرح الاسئله الكثيره في الحقيقه وايضا باذن الله تعالى نتلقى الاتصالات الكثيره التي ستتجاوب وتتفاعل مع المريضه زينب ونستطيع باذن الله تعالى ان نجمع لها 180 الف درهم قبل نهايه هذه الحلقه اثنا عشر عاما مرت على زينب براقة زاهية كحوض السمك الذي تستمد من ألوانه الملفتة طاقتها الإيجابية حتى انقلبت حياتها رأسا على عقب وامتص انحناء العمود الفقري جميع الألوان من أيامها فاصبحت سوداء يكسوها الالم انا زينب ابلغ من العمر سبعه عشر عاما كانت حياتي طبيعيه جدا عشت اعوام طفولتي بشكل اعتيادي حتى لاحظت والدتي ارتفاعا ملحوظا في ظهري وبدات اعاني من الام في الظهر بدا الالم يزداد شيئا فشيئا اصطحبني والدي ووالدتي الى الطبيب المختص الذي طلب بدوره اجراء اشعه للتاكد من التشخيص وبالفعل اجريت الاشعه التي جاءت نتيجتها صادمه فقد اكد لنا الطبيب انني اعاني من انحناء في العمود الفقري الانحناء يزداد مع الوقت وانا بحاجه الى تدخل جراحي سريع والا سيؤثر الانحناء على التنفس وعلى قلبي اتمنى منكم مساعدتي فانا فتاه في مقتبل العمر احلم ان احقق في حياتي ما تحققه كل فتاه اريد ان انجح في كل مراحل حياتي ولكن انحناء ظهري يعيقني من ممارسه حياتي على النحو المطلوب ارجوكم ساعدوني وجزاكم الله خيرا زينب من سيساعدها في تقويم انحناء ظهرها لتعود الوان حياتها تزهو من جديد يا اخواتي كان هذا تقرير المريضه زينب صاحبه الحاله الوحيده في هذه الحلقه من برنامج الم وامل. طبعا يعني نحن الان كنا نجلس مثلا في في صالات البيوت او في المجالس او نستمع الى هذه الحلقه من خلال الاذاعه في السيارات مثلا. اريدكم في الحقيقه ان تشعروا بمعاناه هذه البنت ووالدها ووالدها والدتها. هي الان على يعني بعد فتره المفروض 17 سنه الان عمرها يعني بعد فتره بتكون يعني اقتربت من مرحله الزواج ولا يمكن ان تتزوج فتاه لديها هذه المشكله الكبيره في العمود الفقري لا يمكن حامل وما حامل وكذا فيعني اريد ان تشعروا بما تشعر به الان هي من الام نفسيه قبل ان الالام العضويه يعني في العمود الفقري فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسخر قلوبكم كذلك وأن تمدوا لها يد العون والمساعدة برضاكم شاعرين بآلام هذه الفتاة ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كذلك أن تنجح بعد ذلك العملية الجراحية ونحن بإذن الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله على يقين بأن هذه العملية ستنجح وبأموالكم سوف تتغير حياة هذه الفتاة بإذن الله إلى الأفضل الآن أريد أن أذكركم بأن المبلغ الذي تحتاجه الفتاة زينب 180 ألف درهم. درهم إخوتي أخواتي مشاهدين ومستمعين عبر إذاعة الشارقة من كانت لديه الرغبة في مد يد العون والمساعدة لهذه الفتاة أن يتصل بنا عن طريق أحد الأرقام التالية أو الرقمين التاليين أولا الرقم المباشر مباشر دون فتح خط من داخل دولة الإمارات على سته صفر صفر خمسه 655 1600 صفر صفر رقم الهاتف المتحرك صفر خمسه صفر واحد سته ثلاثه سبعه صفر صفر, صفر. الطريقه الثالثه للتبرع بخمسين درهم. أكيد لمشتركي اتصالات ودو طبعاً. الرقم هو 6 6 8 6، هذا هو الرقم 6 6 8 6. نكتب فقط رقم واحد، فقط رقم واحد ونقوم بعملية الإرسال، هذه كل رسالة تكلف 50 درهم، 50 درهم، ولا نستصغر هذا الرقم لأن 50 على 50 100 و100 على 100 200 وهكذا، وبعد قليل إن شاء الله سنتعرف على آآ آآ هذه الخدمة. كم جمعنا من خلالها للمريضة زينب إذا المبلغ المطلوب 180 ألف درهم دكتور زيد من خلال متابعتك لحالة المريضة وهي مريضتك نعم. وستكون بإذن الله تعالى إن شاء الله في العملية الجراحية في أيدي أمينة عندما تقوم بإجراء العملية لها حدثنا عن حالتها هل هي حرجة متقدمة ولا يعني ما زالت الأمور مسيطرة عليها أه لا تعتبر متقدمة زينب عندها مثل ما شفنا بالأشعة إنحرافين، الإنحراف الأعلى اللي هو الأصغر والإنحراف اللي تحت زين قريب على الحوض اللي هو الأكبر. عفواً شوي بس دكتور لو سمحت لي أبو محمد لو سمحت، أخوي خالد لو سمحت بارك الله ترجع لي بالتقرير بس الصورة الأشعة اللي يتكلم عنها الدكتور نبغي نشوفها مرة ثانية حتى نوضح للسادة المشاهدين ما يقصده الدكتور لأن لديها إنحرافين مثل ما تفضل دكتور زيد فوق وتحت. واللي تحت تقريبا اقوى هو أقوى, نعم. اقوى من من اللي فوق علشان بس تعطينا صوره ويرجع الدكتور يتكلم عنها جاهزه تفضل آه أي. دكتور هذا احنا بهذه الصوره نشوف الانحراف العالي اللي تحت نعم وواضح جدا للمشاهدين انه هذا الانحراف اول شيء الاضلاع بالجهه اليمين كانه داخله في الحوض آه وهذا يسبب الم عالي بنفس الوقت من شده الانحراف حصل عند المريضه اعوجاج في الحوض فانت تشوف الجهه اليمين للحوض واضحه, واضحة نعم. ولكن الجهه اليسار غير واضحة لانه فهذا هذا يسبب الم بسبب تصادم الاضلاع السفلى مع اعلى الحوض وبنفس الوقت الم شديد بالعضلات اسفل الظهر المريضه زينب طبعا لما شفنا في التقرير آه مش واضح من المشي ولكن هي عندها آه عدم توازن كامل بالجسم م. جسم كله منحرف على على جنب يبين يعني نعم, نعم آه. بالفحص واضح جدا نعم طيب دكتور في مثل هذه الحالات العملية الجراحية آه كم تسرق وقت كوقت أولا آه عادة ساعتين للتحضيرات آه. آه وقت الجراح أو الجراحة نفسها خمس إلى ست ساعات بهذه الصوره بهذه الصوره طيب نعم. ايش اللي يصير في العمليه دكتور اول شيء التخدير للمريض نعم. أه التخدير طبعا يكون خاص لهذه العمليات لان تستغرق وقت طويل فياخذ بعد التخدير تحضيرات مع فريق التخدير بحدود 45 الى يعني دقيقه الى ساعه قبل الفتح قبل الفتح نعم. بعدها في فريق اللي هو لجهاز فحص الاعصاب او مراقبه الاعصاب هذه العمليات دقيقه والخوف اكثر شيء هي على الاعصاب نعم. فدائما معنا فريق لفحص الاعصاب نعم. بعد ما يخلون الـ الـ الالكترودز او الابر الخاصه لفحص الاعصاب نقلب المريضه على وضع العمليه ونعقم الظهر وتبدا العمليه عاده نعم طيب الإبر هذه وين توضع دكتور؟ في الأعصاب ولا في الجلد ولا؟ لا هذه الإبر في مثل الإبر توضع في الرأس م -م. وترسل إشارات من الرأس ككهرباء عن طريق و... جهاز؟ عن طريق جهاز طبعًا. يراقب طو... طيلة العملية طبعاً ط... طيلة العملية والأبر آ... آ... الثانية م -م. اللي هي في الأطراف تستلم الإشارات م -م. عن طريق العمود الفقري. نعم. طيب اسمح لي دكتور نرجع مرة ثانية ولكن لابد طبعاً بما أن برنامجنا هو برنامج آم... مساعدة هذه الحالات يعني برنامج مساعدات ففي 73 ألف درهم هذه فقط جمعناها من خلال الرسائل النصية القصيرة المريضة زينب 73 ألف درهم من خلال الرسائل النصية القصيرة وفاعل خير اتصل تبرع ب درهم صار المبلغ الآن 74 ألف درهم لكن المتبقي 106 ألاف المبلغ المتبقي إخوتي أخواتي مبلغ كبير 106 ألاف درهم نحن نتحدث عن عملية جراحية في العمود الفقري عملية سوف تغير حياة هذه الشابة لاحظنا قبل قليل في صور الأشعة كيف الانحراف شديد من الأعلى إلى الأسفل وهناك مجسم أيضا موجود لدينا هنا في الاستوديو خاص بالدكتور زيد طارق العبيدي سوف يشرح عليه بعد شوي إن شاء الله لكن بين فترة وفترة يعني أه لابد لنا أن نذكر بأرقام هواتفنا لمد يد العون والمساعدة للشابة زينب اللي تبلغ من العمر 17 سنة تشكو من انحراف شديد في العمود الفقري وتحتاج عملية جراحية كلنا نعرف بأن العمليات الجراحية في العمود الفقري لا قدر الله لو صار فيها خطأ والخطأ هذا ممكن لا قدر الله يودي بإيش بالشلل هي الآن يعني تستطيع أن تمشي وإن كانت يعني تمشي وكانها لا تمشي لانها جسمها رايح كامل العمود الفقري على جنب، الجسم كله على جنب، هي في جنب وجسمها في في جنب. باموالكم سوف نغير حياه هذه الشابه، سيكون باذن الله تعالى العمود الفقري مستقيم وستعيش حياه طبيعيه باذن الله تعالى، ولكن ايش المشكله؟ المشكله في المبلغ المالي. لا يمكن لوالد زينب ان يوفر 180 ألف درهم. أنتم بإذن الله تعالى إخوتي أخواتي يا أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة يا أصحاب الأيادي البيضاء بإذن الله تعالى تستطيعون كل حسب إمكاناته ومقدرته وكرمه أن نوفر لها من خلال برنامج ألم وأمل إن شاء الله المئة 180 ألف درهم إذا أربعة ألف درهم إلى الآن والمتبقي مئة وستة آلاف الآن لابد من التذكير بأرقام الهواتف للتبرعات أولا الرقم المباشر ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر ست مئة خمسة وخمسين ألف وست مئة رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 للتبرع آه بخمسين درهم من خلال خدمة الرسائل النصية لمشتركي تصلت ودو الرقم هو ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة طيب دكتور الآن قلبنا المريض على بطنه نعم وتصير عملية الفتح كم المقاس تقريبا الفتح كم سنتي في حالة زينب راح نحتاج نفتح تقريبا معظم الظهر لأنه الانحراف الأسفل يصل للحوض وشفنا في الاشعه شلون الحوض منحرف نعم فحتى تعدل هذا الشيء لازم ننزل الى اسفل الظهر هذا المجسم هذا المجسم أيوه. محمد لو سمحت مم. وين الاعلى وين الاسفل الان دكتور؟ ف هذا الاعلى هذا اعلى هذا العمود, الفقري. طيب. طيب. العمود الفقري وهذا اسفل العمود الفقري هذا الحوض معناه هنا؟ الحوض عاده يجي في أيوه. هذا المكان آه. اوكي؟ طيب فال... ال... في حاله زينب العملية راح تكون تقريبا بنفس الطريقة. الفتح من هذا المكان لأسفل. طيب هذا من... المكان وين يكون تقريبا؟ في وسط الظهر ولا أعلى؟ هذا في أعلى الظهر تقريبا الفقرة الصدرية الخامسة. الخامسة. إيه وهذا اللي هو الفقرة القطنية الخامسة. نعم. اللي هي آخر, آخر فقرة آه. قبل قبل الحوض. آه. نعم. طيب العمق دكتور فتح العمق. العمق عادة أنت تفتح ال... الجلد. بعدها يكون عندك هذه النتوءات العظمية نعم. العضلات تكون متصلة بالنتوءات العظمية وبالفقرات من الجوانب ندخل بين العظام والعضلات تنزاح العضلات كلها على الجانب لحد ما نصل المكانات اللي تضع فيها البراغي وفي هذا المجسم يعني واضح أنه البراغي وين نوضعها مم. بعد ما نخلي البراغي اللي هي هذه البراغي خاصه مصنوعه من ماده التيتانيوم وهذا المشكله الكبرى لان هذا جدا غالي مم. يعني البرغي الواحد 3000 درهم فبعد ما تخلي البراغي البرغي يكون فيه مثل التجويف ناخذ هذه الصياخ او الحدايد نكونها على شكل العمود الفقري اللي نحب نعدله وبعدين تتخلى في البراغي وتثبت بهذه البراغي الصغيره في العمود الفقري الاصلي. اي نعم. طيب كيف كيف دكتور يعني اذا هي صار لها 17 سنه عمرها البنت الان والانحراف جاي بالشكل هذا. نعم. في في وقت العمليه نعم. تغير على طول يصير مستقيم العمود نعم. الفقري؟ نعم كيف؟ انت بعد ما خليت البراغي م. انت زحت العضلات على الجوانب نعم. وبنفس الوقت المفاصل اللي بين الفقرات نشيلها مم. فهذا يعطينا حرية لتحريك العمود الفقري مم. بعد ما تخلي البراغي كلها وتخلي الحدايد الحدايد تدفع العمود الفقري للترجيع ففي طريقة خاصة أن آه. تخلي الحدايد وتدفعها في البراغي بس بالحقيقة أنت دا تدفع العمود الفقري للاستقامة بال... نعم نعم. وهذه خلال خمسة ساعات ينتهي كل شيء دكتور؟ كل شيء وهي بعد العملية مباشرة راح تشوف النتيجة الأمور الجيدة في هذه العملية أول شيء طبعا التعديل م. ولكن مثل ما ذكرت هي العملية يعني مش فقط على شكل المريضة م. العملية مهمة جدا لأن هذه المنطقة الحساسة اللي تحتوي الرئة والقلب جايين على هذه طيب في ستة آلاف درهم خير أوصلت المبلغ إلى ثمانين ألف وفعل خير خمسة آلاف درهم صار المبلغ خمسة وثمانين ألف الآن ألفين سبعة وثمانين ألف درهم طيب أنا يعني شعورنا بإذن الله تعالى كل فريق العمل مع الدكتور زيد إن شاء الله اللي سيشرف بنفسه ويجري العملية بيديه لهذه الشابة أخوتي أخواتي طبعا أرجع أكرر بين فترة وفترة الكلام عذرا لمن يتابعنا من بداية الحلقة هناك من ينضم بين فترة وفترة أكيد للمتابعة فلا بد من التذكير بأننا في هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل لدينا حالة واحدة فقط للمريضة زينب شابة تبلغ من عمر 17 سنة لديها انحراف شديد جدا في العمود الفقري وآلام طبعا مثل ما تفضل الدكتور الآن بملابس البنت الله يستر عليها بهذه الطريقه مش مبين طبعا الانحراف لكن في الصور اللي صوره الاشعه كان الانحراف موجود وقوي جدا من تقريبا خلف القفص الصدري الى النهايه لدرجه ان في صوره صوره الاشعه واحد من الحوضين مش واضح يعني الصوره صوره الاشعه مبين حوض اه هذا اللي كان في الاسفل والحوض الثاني مش مبين ابدا فيا اصحاب القلوب الرحيمه الطيبة، بارك الله فيكم. يا اخوتي ويا اخواتي، الان باموالكم او بجزء من هذه الاموال بالصدقات سوف تتغير حياه هذه الفتاه الشابه يعني تغير كبير جدا. باذن الله تعالى تستطيع ان تتزوج مساله الحمل والانجاب وغيرها سوف تتمكن من ذلك إن شاء الله إن أجرت هذه العملية لكن بهذه الطريقة أبدا ما في مجال الانحراف شديد جدا ويكفي الآلام التي تعاني منها هذه الفتاة فنحن نناشد أصحاب القلوب الكبيرة الرحيمة التي تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى نناشدكم إخوتي أخواتي ونطالبكم أن تتواصلوا معنا عن طريق أحد الرقمين اللذين سأذكرهما الآن أولا رقم المباشر دون فتح خط طبعا من داخل دولة الإمارات آه مباشرة على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر مرة أخرى ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر يعني ستمائة خمسة وخمسين ألف وستمائة. رقم الهاتف المتحرك أيضا سهل صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 أكرر 050 5 0 0 0 0. 87 ألف إلى الآن والمبلغ المطلوب لزينب 180 أه ألف يعني المتبقي الآن 93 ألف. المتبقي 93 ألف درهم. طيب دكتور هي عايشة الآن صار لها فترة على هذا الانحراف. عندما تصحى من العمليه يروح التخدير وتصحى من العمليه ويكون العمود الفقري رجع على وضعه الطبيعي بالنسبه للناس العاديين مش بالنسبه لها. نعم. ما تشعر بآلام، ما تشعر بمضايقه ان في شيء مش طبيعي صار في في جسمها؟ اكيد يعني مم. الآلام تكون شديده اول ثلاث ايام ولكن يعني نعطيهم مسكنات قويه وفي بروتوكول خاص للمسكنات، نعم. يعني بحيث في نوعيه من المسكنات نبديها قبلها بليله. بحيث انه تخفف عليهم ما بعد العمليه لانه الالام ما يكون فقط بسبب العمليه والجرح يعني نتخيل انه الجرح والعمليه ولكن بنفس الوقت التعديل نفسه نعم. العضلات اللي هي في الجانب المحني نعم. تكون متقصرة نعم. فهذه كلها راح يعني تطول الشد نعم. هذا نعم. يألم تتغير نعم. مكانها يتغير وضعها وكذا فلا بد من نعم. من الالام أكيد. هذه أكيد. لكن طبعا في في عندي اسئله كثير في في بالي دكتور لكن نحن نقترب من فاصل بعد شوي ان شاء الله تعالى اسمح لي ارجع اذكر من يتابعنا الان لاننا امام حاله متقدمه في الحقيقه اخوتي اخواتي شابه 17 سنه يعني تعاني من انحراف شديد في العمود الفقري والام لدرجه ان واحد من الحوضين مبين وواحد مش مبين يعني في في لف جاي العمود الفقري لاف مثل الثعبان فاصلا العمليه هذه من العمليات الخطيره لكن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى والتقدم العلمي اصبحت هذه العمليه خصوصا في يد الدكتور زيد طارق العبيدي ان شاء الله ستكون باذن الله تعالى في يد امينه الان خلونا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل ونكمل الحديث عن هذه الحاله

حياكم الله اخوتي واخواتي اذا عدنا لكم بعد هذا الفاصل وهذه الحلقه من برنامج الم وامل لا بد ان نذكر باننا نتحدث في هذه الحلقه ونستعرض حاله واحده فقط لفتاه تبلغ من العمر 17 سنه لديها انحراف شديد في العمود الفقري هذه هي الشابه زينب 17 سنه 17 سنة فقط الانحناء شديد جدا 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 العملية الجراحية أخوتي أخواتي تكلف 180 ألف درهم لكن هذا المبلغ سيغير حياة هذه الفتاة تغيير كامل سوف تكون سعيدة بإذن الله تعالى بهذا التغيير سوف تنتهي الآلام والمعاناة التي تشعر بها كذلك تفكير الوالدين بمستقبل هذه الفتاة ان شاء الله تعالى سيكون باذن الله تعالى الى الافضل لان حياه هذه الفتاه ستتغير كيف باموالكم لان ال 180 الف درهم عندما عجز والد الشابه زينب لجا الى الله سبحانه وتعالى ومن ثم ومن خلال برنامج الم وأمل اليكم اخوتي اخواتي كي تساعدوا ابنته لاجراء هذه العمليه الجراحيه الان العمليه الجراحيه باذن الله تعالى ستكون في يد امينه مع الدكتور زيد طارق العبيدي ضيفنا في هذه الحلقه هو بنفسه الذي سيجري هذه العمليه، والدكتور زيد على فكره هو يعني لا يحب ان يتحدث عن نفسه لكن نحن نقول بانه اجرى اكثر من 1200 عمليه جراحيه من هذا النوع في العمود الفقري، بعض العمليات الجراحيه اجريت في الولايات المتحده وكان فيها اخطاء، جو عند الدكتور زيد جزاه الله خير أجرالهم العمليات الجراحية وقوم الظهر بعد العمليات التي أجريت في الولايات المتحدة. فنحن في الحقيقة يعني وجود الدكتور زيد طارق العبيدي في دولة الإمارات مكسب كبير وكبير جدا في المجال الطبي ومساعدة هؤلاء الذين يشكون. الانحرافات الشديدة في العمود الفقري كثر الله من أمثالك دكتور زيد الله يحفظك بارك الله فيك. الله فيك الآن هو في يعني الحالة بإذن الله تعالى ستكون في يد أمينة لكن لن تجرى لها العملية الجراحية إلا إذا وفرنا لزينب 180 ألف درهم المبلغ الآن 88 ألف اللي جمعناه لزينب إلى الآن لكن المتبقي 92 ألف درهم هنا نناشد أصحاب القلوب البيضاء الرحيمة الكريمة أصحاب الأيادي الطويلة البيضاء المعطاءة التي تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى بأموالكم إخوتي أخواتي سوف تتغير حياة هذه الفتاة ويكون أجركم على الله سبحانه وتعالى إن كان بإسم أو إن كان بإسم فاعل خير بالإسم إن حبيت نعلن عن اسمك كمتبرع أو كفاعل خير سيكون بإذن الله تعالى الأجر والثواب لكم لان هذه البنت عمرها 17 سنه الان مقبله على زواج وسوف تتغير حياتها ان شاء الله لكن ان لم نتمكن من جمع ال180 الف ستبقى على حالها وسيبدا كذلك الانحراف في العمود الفقري يزداد رغم المعاناه والالام الكثيره والخطوره التي سيتحدث عنها الدكتور زيد بعد قليل خصوصا فيما يتعلق بمساله الرئه والضغط على الرئه وضيق التنفس وغيرها من المشاكل الاخرى الآن قبل أن أعود لطرح سؤال جديد على الدكتور زيد طارق العبيدي اسمحوا لي إخوتي أخواتي أن أذكركم من جديد بأرقام الهواتف للتبرعات لمن يشاهدنا وكذلك لمن يستمع لنا عبر إذاعة الشارقة الرقم المباشر هو 600 55 1600 655 1600 بالنسبة لرقم الهاتف المتحرك 050 واحد ستة ثلاثة سبعة صفر, صفر 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 مرة أخرى صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 للتبرع بخمسين درهم عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة لمشتركي صلاة ودو الرقم هو ستة ستة ثمانية ستة 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 ثمانية ستة بعد ذلك نضغط على الرقم واحد ونرسل قول محمد الرساله النصيه القصيره زاد 3000 هذه 91000 الان والمتبقي 89000 91000 والمتبقي آه كم ابو محمد المتبقي 89 اي نعم 89000 بس نحن على يقين ان شاء الله تعالى اخوتي اخواتي باذن الله ان المبلغ ان شاء الله تعالى ان شاء الله سيجمع لكن ايضا يعني يعني نضع لكم عذر في لولا قدر الله لم نتمكن من جمع المبلغ ولم تجرى هذه العملية في الوقت القريب ما الذي سيحدث لها دكتور؟ أول شيء طبعا هي واضح بالمشية لو انتبهنا أن الحوض اليمين مرتفع عندها <applause> مع الملابس هاي شغلتكم دكتور. مع الملابس سبحان م. الله انا انتبه عليها فمع الملابس هذا الشيء، الشيء الآخر هو اللي احنا تكلمنا عليه اخوي علي على موضوع الضغط على المنطقة الحساسة اللي هي الرئة أه المنطقة الحساسة أول شيء تتأثر الرئة ولكن القلب والأحشاء الداخلية كلها موجودة في هذا المكان نعم. وكل ما زاد الانحراف العمود الفقري كل ما تقصرت هذا المكان يعني زينب مباشره بعد العمليه راح تطول في هذا المكان ما لا يقل عن 5 6 سنتي من التعديل نفسه فهذا الشيء يعني هذه العمليات يعني بالزمانات السابقه كانوا المرضى اذا ما تجرى لهم العمليات ولحد الان ممكن انه يعني يتوفون في وقت من الاوقات إيه؟ ليش ليش يتوفى دكتور اي سبب الوفاه شو علاقه الو... يعني الامراض هذه بعمود فقري يعني اعصاب وعظام هنا المشكلة ولا المشكلة في الأحشاء الأخرى؟ لا المشكلة الرئيسية تكون في الرئة في الرئة فأول جزء يتأثر الرئة آه. والضغط والقلب. على الرئة إيه، القلب يتأثر ثانويا بسبب ارتفاع الضغط الداخلي بالرئة مه. ويحصل ممكن ضعف بالقلب مه. وهذه الأمور طبعا مثبتة بدراسات نعم نعم يعني. نحن مرت علينا كثير نا. طبعا لكن بين فترة وفترة وكذلك يعني من خلال حلقات برنامج ألم هناك من ينضم لنا من المتابعين الجدد أو يعني يحصل على معلومه جديده لكن من يتابع هذه الحالات على مدى 16 سنه عمر برنامج المؤمن يعرف ان بالفعل يعني هذا الانحناء يصير فيه ضغط على الرئه ويصير في يعني صعوبه في في التنفس حتى ان استطاع المريض ان يتنفس ما يتنفس بشكل طبيعي يعني مثل الناس الطبيعيين فباموالكم اخوتي اخواتي سوف تغيرون حياه هذه الشابه يعني كثير في 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 اشياء الالام مثلا دكتور حدثنا عن الالام، الان الالام اللي صايره مثلا على الرئه كان في 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 الصدر او في الحوض. نعم. لان هي على جهه واحده الان، لابد نعم. ان في الم في في ضغط يعني. نعم، ال الالام واضحه جدا من الصوره انه الاضلاع طاخه باعلى الحوض وهذه تسبب نعم. الام. فحتى الجلسه مالتها متاثره، يعني زينب لما اجت عندي يعني اكثر شيء عندها نعم. مؤلم حتى لما تجلس. آه بالاضافه الى الوقوف والمشي جدا صعب عليها لأن نعم. لانه جسمها كله منحرف للجانب. طيب كم ال... في درجه معينه الان الانحراف دكتور؟ الانحراف اللي الحين. اعلى اللي العالي آه. بحدود الثلاثينات، والانحراف اللي تحت بحدود ال درجه. طيب والطبيعي يعني او او اذا مثلا صار في انحراف الى كم مثلا نقدر نقول طبيعي لا يحتاج المريض الى عمليه؟ الى حد الأربعين 40 ممكن نخليه نعم. ولكن في حاله الانحراف اللي هو دبل انت تضيف يعني الانحراف على الثاني أه. يعني ما ما تحسب فقط واحد لانه هو انحراف أه. ف... وانحراف انحراف أه. تضيف مثلا لو ضفت 30 على 60 تعتبر تقريبا 90, 90 درجه مم. وهذا يأثر على ايش في الحاله ياثر اول شيء على الرئه الرئه اول عضو قابل للضغط هو الرئه لا الانحرافين قصدي الانحراف مم. الواحد حتى لو زاد يؤثر على الرئه نعم الانحرافين ايش يعملن يقصر فقط ولا يق... يزيد التقصر يزيد التقصر يزيد التقصر آه. نعم آه. يعني لو عندك خيط وانت ماسكه وتعمل انحراف واحد او تعمل انحرافين راح يقصر يزيد أكثر. يقصر اكثر آه. نعم طيب آه الان وصل المبلغ اخواتي اخواتي الى ألف درهم يعني الى الان حتى يعني كرمكم لم يصل الى ال ألف درهم المبلغ المتبقي ألف. المبلغ المتبقي ألف. والوقت يمضي بنا نحو نهايه هذه الحلقه الان اكيد هناك من انضم لمتابعتنا من جديد إن كان بالمشاهدة أو الاستماع عبر إذاعة الشارقة فلا بد من التذكير بالحالة التي نستعرضها في هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل. نحن نتحدث عن حالة شابة تبلغ من العمر 17 سنة أخوتي أخواتي تدعى زينب زينب لديها انحراف شديد في العمود الفقري انحرافين تقريبا وتكلفة العملية ب وثمانين ألف درهم 180000 ألف درهم سوف تغير حياة هذه الشابة تغيير كامل وسوف تنقلها من مرحلة إلى مرحلة يأس وآلام وأحزان إلى فرحة وتفاؤل وخصوصا أنها 17 سنة مقبلة على زواج لأن بالوضع الحالي لا يمكن لها أن تتزوج فتخيلوا أموالكم هذه التي سوف تصل إلى برنامج ألم وأمل للي زينب كيف تغير حياتها أكيد كثير نحن نناشدكم إخوتي أخواتي بالله سبحانه وتعالى أن تمدوا لهذه الفتاة ما تستطيعون كل حسب إمكاناته ومقدرته يا من تشاهدوننا ويا من تستمعون لنا عبر إذاعة الشارقة المبلغ المتبقي لزينب 86 ألف درهم وهناك قلوب كبيره، اصحاب ايادي بيضاء كثر، وان شاء الله تعالى لن يخذلونا وكذلك سيدخلون الفرح والسرور باذن الله هذه الليله اولا في قلب هذه المريضه التي اكيد تتابع هذه الحلقه هي ووالدها ووالدتها سوف تتغير باذن الله تعالى حياتها. إلى الأفضل وستكون العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن لتقويم الانحراف الشديد في العمود الفقري الرقم المباشر إخوتي أخواتي وأذكر مرة أخرى بأن المبلغ المتبقي 86 ألف درهم وأياديكم البيضاء إن شاء الله تعالى لن يعجزها توفير هذا المبلغ إن شاء الله ستة صفر صفر هذا رقم الهاتف المباشر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر يعني ستمئة خمسة وخمسين ألف وستمائة. رقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 صفر. مرة أخرى الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 الوقت المتبقي عشر دقائق بالضبط 5000 فاعل خير هذه 99000 1100000 الف. الف الف درهم و 1101 ب 500 تمام عبد الله التميمي تبرع ب 500 صار 102 102 واثنين. واثنين والمتبقي يا ابو محمد 78000 درهم 78000 درهم والله وايد وايد الباقي 78 ألف في عشر دقائق طيب خلونا نستعرض معاكم هذا التقرير أخواتي أخواتي الآن بنستعرض تقرير يتحدث عن مضاعفات انحناء العمود الفقري هل بإذن الله تعالى إن شاء الله يؤثر فيكم أيضا هذا التقرير وتسارعون بالاتصال بنا ومد يد العون المساعدة للمريضة زينب. تفضل يا أبو محمد التواء العمود الفقري هي حالة يمكن أن تكون ولادية أو تظهر في مرحلة الطفولة أو المراهقة كما يمكن ان تكون احدى اشارات التقدم في السن لالتواء العمود الفقري مضاعفات متعدده ومنها التهابات الانسجه اللينه التهابات عميقه كما يمكن ان يسبب مشاكل في التنفس بالاضافه الى اصابات عصبيه حياكم الله اذا تابعنا التقرير هذا المضاعفات واضحه يعني واضحه اخوتي اخواتي الانحناء الشديد في العمود الفقري يؤثر مثل ما تفضل الدكتور زيد طارق العبيدي انه ياثر اكثر شيء على الاحشاء الداخليه واولها الرئه يصير في ضيق في التنفس بعدين المشي المشي ما تكون مشي صحيحة الالام الكثيره هذه بنت صاحبه الحاله حاله اليوم بنت 17 سنه مقبله على زواج هذه اصلا كيف تتزوج يعني في الحاله هذه يعني بعد العملية بإذن الله تعالى ستتزوج إن شاء الله تعالى وبالتالي تستطيع أن يكون هناك حمل وولادة بإذن الله، لكن بالطريقة هذه لا يمكن أبداً، لا يمكن فبأموالكم شوفوا كيف تتغير حياة هذه الشابة 17 سنة يا إخوة ويا أخوات تحتاج 180 ألف درهم لإجراء عملية جراحية لتقويم العمود الفقري وستكون بإذن الله تعالى في يد أمينة مع الدكتور زيد طارق العبيدي الذي سيجري العملية بنفسه لتقويم العمود الفقري الآن المبلغ اللي جمعناه منكم 102 والمتبقي 78 ألف درهم الوقت يمضي بنا أقل من 10 دقائق باق الآن وينكم يا أهل الخير وينكم يعني غريبة يعني في مثل الحالات هذه دائما الحالات الحرجة يعني يكون في تسابق حقيقة في, في الاتصال بعض الحالات يعني التجميلية مثلا زراعة القوقعة أو غيرها هي مهمة هي مهمة ولكن هذه أهم هذه أهم لأن هذه البنت الآن كل ما تأخرنا كل ما زاد الانحراف في العمود الفقري كل ما دخلت في مضافة مضاعفات لا قدر الله ممكن ما تفضل الدكتور تصل إلى الوفاة يعني لهذه الدرجة فباموالكم سوف تنقذون روح بارك الله فيكم اولا وستتغير حياه زينب باذن الله تعالى الى الافضل قول يا ابو محمد الان وصل هذا واحد من جنود الله سبحانه وتعالى عشرين الف درهم من فاعل خير هذه 122 الف درهم 122 الف والمتبقي ثمان وخمسين الف درهم الان طيب انا برجع وياكم إن شاء الله الهدف من هذه الحلقة هو أن نجمع المريضة 180 ألف درهم 122 ألف الآن والمتبقي 58 ألف درهم لكن لابد من أن نوجه سؤال للدكتور زيد الآن الأخوة والأخوات هذه يعني لا هي قريبة لهم المريضة زينب ولا يعرفوها يعني لا من باب ولا من سكة كما يقال لكن يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى وحبا في مساعدة المرضى والمحتاجين يقدمون لوجه الله سبحانه وتعالى لكن اموالهم هذه ستكون ان شاء الله تعالى كمردود طيب باذن الله يعني نسبه نجاح مثل هذه العمليات دكتور حتى تطمئن المريضه وكذلك من سيدفع هذه المبالغ ان شاء الله يعني تكون نسبه النجاح جدا عاليه بإذن الله. لانه الـ الـ لانه في عمود فقري اغلب إن. اغلب الناس ما زالت يعني في 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 بالهم افكار او فكره ان عمليات العمود الفقري ممكن يعني فيها خطورة نعم فيها نعم, نعم. ممكن تودي لا قدر الله بـ بـ بالشلل نعم. لكن مع التقدم العلمي وكثرة العمليات خصوصا أنك أجريت يعني ما شاء الله عدد كبير من العمليات الجراحية دكتور يعني كيف نطمئن المريض أو, أو من سيتبرع له بأن هذه العمليات أصبحت الآن يعني أقل خطورة من ذي قبل؟ اول شيء الخبره يعني مثل ما تفضلت ومشكور انت على الكلام انه اعاده العمليات اصعب 100 مره من العمليه المبدئيه او البدائيه مثل عمليه زينب. نعم. ف والشيء المؤسف انه ترجع حالات كثيره من خارج الدوله نحتاج انه نعيد العمليات وهذا اعطانا يعني خبره جدا عاليه. وبنفس الوقت كل التقنيات الحديثة يعني متوفرة الحمد لله الحمد لله فجداً جداً يعني المخاطر جداً قليلة نطمئن يعني إن شاء الله جميل طيب الآن طمنا الدكتور زيد أخواتي أخواتي لكن في فاعل خير تبرع بـ 500 تبرع بـ 3000 وغيرها أيضاً فاعل خير تبرع بـ 1000 درهم صار المبلغ الآن 126 ألف درهم لكن المتبقي 54 ألف في 5 دقائق المبلغ المتبقي 54 ألف درهم والوقت المتبقي خمس دقائق ونحن في تحدي دخلنا في تحدي مش معاكم لا مع الوقت يعني أنتم ونحن في تحدي مع الوقت خلال الخمس دقائق هل سنتمكن إن شاء الله من جمع الأربع وخمسين ألف درهم نحن دائما طبعا نذلل الصعوبات نتفائل دائما و يعني في أغلب الحلقات أغلبها أغلبها يعني ما تخذلونا في الحقيقة فنتمنى إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الحلقة كذلك خمسة آلاف على الخير الآن وألف على الخير خمسة آلاف. أي يقولون يقولون حسام هذا طيب مية وواحد وثلاثين ألف الآن المتبقي تسعة وأربعين ألف درهم تقريباً صاحب محمد ثمانية ألف طيب ما دام 48 الف باقي يعني لابد من التذكير الان لان في اربع دقائق باقيه و48 الف هل سنستطيع ان نجمع 48 الف درهم في اربع دقائق نقول ان شاء الله نعم بس شدوا حيلكم ويانا اذكر بالارقام اتصلوا على طول كل حسب امكاناته ومقدرته ان شاء الله بنجمع 48 الف بس وعد يعني اذكر وتتصلوا على طول لو سمحتوا اللي بيسمعني من خلال الاذاعه واللي بيشاهدني من خلال شاشه التلفزيون ارجوكم يعني ان نكون تكون في مصداقيه ما تعبوني أذكر وما حد يتصل لا أرجوكم الرقم المباشر ستة صفر صفر واحد صفر لو كنت في مدينة العين أو في العاصمة ظبي أو في أي إمارة من الإمارات ما في صفر مباشرة ستة صفر صفر خمسة واحد صفر صفر الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ثلاثة صفر 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 الحين باقي تقريبا ثلاث إلى أربع دقائق والمبلغ المتبقي واربعين ألف درهم ونحن إن شاء الله على يقين بإذن الله بأن المبلغ هذا سيجمع دكتور ماذا تقول خلال دقائق الثلاث الأخيرة هذه والله يا أخي أنا أفكر بزينب لما طلعت في التلفزيون أفكر يعني بنت بهالعمر هذا ويعني مستعدة أنه تظهر في التلفزيون للحصول على على شيء لعلاج نعم يعني يعني فعلا هذا هذا الشيء يعني لما تعمل البنت معناها فعلا هي محتاجه هذا أكيد. الشيء يعني اكيد اكيد راغبه بنت بهذا العمر نعم. ومحجبه ويعني صحيح صحيح. طيب نتمنى ان شاء الله اخوتي اخواتي ان لا تخذلوا اذا زينب مثل ما تفضل الدكتور الان فاعل خير تبرع ب 5000 فعلت خير فعلت خير تبرعت ب 5000 درهم صار المبلغ 136 وثلاثين الف والمتبقي 43 ألف درهم المتبقي 43 ألف درهم الوقت المتبقي المتبقي كم أبو محمد؟ دقيقتين خلنا نقول طيب خلال الدقيقتين المبلغ المتبقي 43 ألف درهم من الذي سيتبرع بال43 ألف درهم كدفعة واحدة مبلغ كامل أو بجزء من هذا المبلغ يتصل بنا كذلك عن طريق لابد أن نذكر مرة أخرى بالرقمين الرقم المباشر أولا 6 0 صفر خمسة خمسة واحد ستة صفر صفر ستمائة خمسة وخمسين ألف وستمائة ورقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثة سبعة صفر 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 عشرة آلاف فعل الخير مشكور يا حسام منك طيب مية وستة وأربعين ألف هذه عشرة آلاف من فاعل خير صار المبلغ ثلاثة وثلاثين ألف المتبقي المتبقي 33 ألف يا أخواني وأقل من دقيقتين 33 ألف درهم أذكر بأن صاحبة الحالة هي بنت عمرها 17 سنة انحراف شديد جدا في العمود الفقري انحرافين يعني جاي بالشكل هذا والشكل هذا مثل الثعبان وتتألم كثيرا آلام كثيرة لا يمكن لها طبعا أن تتزوج ويكون و هناك حمل وغيره إلا بعد ما يجري لها الدكتور زيد إن شاء الله العملية ويصير تقويم كامل في العمود الفقري ثلاثة وثلاثين ألف درهم في دقيقة واحدة. من سيتبرع بالثلاثة وثلاثين ألف درهم نتمنى إن شاء الله تعالى أن تفرحونا وتفرحوا صاحبة الحالة في دقيقة واحدة. لابد كذلك أن أذكر بالرقمين بشكل سريع. الرقم المباشر ستة صفر صفر خمسة خمسة ستة صفر صفر ألف ورقم الهاتف المتحرك صفر خمسة صفر واحد ستة ثلاثه سبعه صفر 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 ثلاثه الاف فالخير باقي ثلاثين الف وزاد الرسائل نصير قصير باقي تسعه عشرين الف باقي تسعه عشرين الف طيب كم, كم جمعنا الى الان كم قلت لي أبو محمد ثلاثه الاف جمعنا ميه واحد وخمسين الى الان جميل طيب 151 ألف والمتبقي 29 ألف درهم طبعا وصلنا إلى الختام لكن نتمنى إن شاء الله قبل بس ما نختم يعني نحصل فاعل خير يتبرع ب 29 ألف درهم المبلغ المتبقي شكرا للدكتور زيد طارق العبيدي استشاري جراحة العظام والعمود الفقري للأطفال ضيفنا في هذه الحلقة شكرا, شكرا لك لكم. دكتور بارك الله فيك شكرا الله لك. لك طيب إذا المبلغ المتبقي 29 ألف درهم ولكن للأسف الوقت انتهى نتمنى كنا أن نجمع والله اكتمل المبلغ الحمد لله الحمد لله مبسوط دكتور الحمد لله فاعل خير اكمل اذا المبلغ كنا والله مبسوطين شاء الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ان يكون ما قدمتم اخوتي اخواتي في موازين حسناتكم وان يكون سبب باذن الله في دخولكم الجنه شكرا لكم ويتجدد اللقاء بنا وبكم يوم الجمعه القادم وحلقه جديده من الم وامل نحييكم والسلام عليكم ورحمه الله عبر تطبيق مرايا حمله الان من جميع المتاجر الالكترونيه